هو مدرب. اسمي زهير علي ميلاد البحري، مندوب عن جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بمدينة مسلاتة. قامت جمعية واعتصموا بتوزيع 3000 سلة غذائية إلى المحتاجين وإلى الفقراء داخل العديد من المدن الليبية، وتمثلت في السلة عديد من المواد الغذائية لقبول شهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا باليمن والبركات لمساعدة الناس المحتاجة وكذلك الفقراء في المدن الليبية. وهنا من مدينة مسلاتة قمنا بتوزيع حوالي 100 سلة إلى الناس المحتاجة برعاية مكتب الثقافة بمدينة مسلاتة. نشكر جمعية واعتصموا على هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، وكذلك لا ننسى تعاون شؤون الاجتماعية في توزيع هذه السلة. Hello.